خلي بالك انت محتاج لكنيستك، محتاج لكنيستك. اوعى حسك عينك تسيب الكنيسة، وحسك عينك تنتقد الكنيسة. اوعى حتى لو كان نقدك منطقي. ينبغي أن يعلم أن علم المنطق محرم شرعا ولا تجوز دراسته ولا معرفته، والعلم به علم بما حرم الله، ودراسته دراسة لما حرم الله. وهذا الحكم يتضح بأمور. بداية خط الفلسفة، ولو دخل في الفلسفة وقرأ كتير فيها. بلد الجهل المقدس. الروح أسمى من المنطق. احتياجنا للسماء أرفع من المنطق الترابي. اول ما تلاقي طوبه مايله في الكنيسه اوعى تشاور عليها، ثبت اساس الكنيسه سلاما وبنيانا لكنيسه الله. اوعى ترفع عينك، اوعى ترفع عينك. احنا محتاجين لكنيستنا. محتاجين لكنيستنا وخلصنا في كنيستنا. اوعى الشيطان يضحك عليك يطلعك، اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك تكتب كتابات غير مسؤولة. Let's go, let's go, let's go, let's go. تكتب. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. وحصل وهناك لا 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 60,000 لا انت لا لا انت تخوفني. لا انا ما بخافش على فكرة. لا كما غفر لكم إلهكم زلاتكم اغفروا لإخواتكم. اغفروا لإخواتكم. الأمر الأول أن العلماء مجمعون. What do you know about logic? Yeah. على عدم إباحة علم المنطق. الأمر الثاني أن علم المنطق بداية خط الفلسفة، مقدمة لعلم الفلسفة. ولو دخل في الفلسفة وقرأ كتير فيها. بلد الجهل المقدس. وما كان مقدمة لشر فهو شر. الأمر الثالث أن علم المنطق لا خير فيه ولا فائدة فيه، وما كان فيه من فائدة فإنه لا يحتاج إليه. وقد ذكر هذا بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية What do you know about logic, Morsi? كما في مجموع الفتاوى. Yes, teacher. يقول في وصف علم المنطق.
كجمل غث في جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فإذا كان كذلك فإن الذكي كما يقول شيخ الإسلام What do you know about logic? الذكي لا يستفيد منه والغبي لا يفهمه. Yes, I do. فإذا على كلا الحالين لا فائدة منه. Speak up. الأمر الرابع How do I speak? What do you know about logic? أن هذا العلم مبني على التكلف. What is the question? إما أنه تكلم بغير علم متعة التعلم. What is it? أو أنه تكلم بعلم لكن فيه تصعيب لما If I know the question, I'll answer right away. What is the question? وتطويل لما هو معلوم. This is it. Which is? What do you know about logic? I know. الأمر الخامس Go ahead. Thank you. أن الحذاق من المتكلمين I know that if one hits the other on the head لا يلتزمون علم المنطق. He falls down with no logic. لأنهم يعرفون أن ما فيه من الحق فإنه Isn't this the logic? Is it so or not? لا يوصل إليه إلا بطول وبصعوبة. فهم لا يلتزمونه. You educated one and teacher of schools. Is it so or not? الأمر السادس أن أصحاب هذا العلم يحتقرون غيرا من Is it so or not? Yes, it is. ما لا يعلم هذا العلم من أهل الإيمان والتقوى. It is exactly. I know everything, but I keep it in my mind. فهو سبب لاحتقار أهل الحق والهدى. إذا هذه ستة أمور بها يظهر أن تعلم هذا العلم محرم ولا يجوز. Is this the Is this logic? Of course. Is that it? Yes, definitely. Are you studying secretly without our knowledge or what? Girl, I really miss you. Yeah, yeah. Girl, I wanna see you.